كده يدقوا ويغنوا يرقصوا ويحصل نتفاجئ جايين. لا ده مش رافكاتشي. لا 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 عيب بقى كان تخلي بعدني عم بقول لك حافز العصاري ما قبلوا معنا الا في حلبه مشان هيك عمله معروف والله عايدنا لا بايدي ولا بايدي بس عمله معروف عايدنا. اسمعني كلمه, هذا التراب جايبينه من قبرص جواب, هذا منه تراب لبنان, منه تراب لبنان. اذا كمشت التراب بدها تكون اغلى من كرامتنا, ما بدنا هيك وطن. يا سيدي انا مش مشان اتركني انا عم بقرب شيء بالتراب. اليوم انا قاعد هون بدي اسهر هون وارقص هون واسكر هون لو بدي اسهر. بتنطرنا لعبد الرحيم, جيبوا الجرافات وشرفوا. انا بقول لك لعبكره عبكره مش يمكن الترابات اكثر من هيك. ما في تفضلوا خليني انا جاهز اني اروح. اثبتنا على كل المراحل اننا نحترم الجيش وقرارات الجيش, وان الجيش هو دمنا والجيش هو روحنا. وهذه الساحه ساحه الجيش, ونحن اللي حمناها بعيوننا وحمناها بدمنا وحمناها بالارواح. لكن اليوم الشباب اللي انه 13 يوم وهن سهرانين بهذا المكان, كل اللي طلبوه انه تكرموا علينا بس هالليله هذه بدنا نسهر هون ونقعد مع بعض. لا مصرين يقولون انه هناك قرار على مستوى الوطن من في الجيش. زيك اقف النصاب النص ما حدا يضرب حجار ما حدا يضرب حجار يا شباب, ما حدا يضرب حجار.